السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. دلوقتي أنا لما أكون داخل مثلا أصلي في المسجد الجماعة وبدأت في صلاة السنة في صلاة مثلا الظهر أو العصر والمؤذن أقام الصلاة، أعمل أقطع السنة ولا أفضل مواصل؟ لا، صلي السنة متجوزا فيها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.